باهي أصدقائي، بعد ما تعلمنا الداتابيز وشفنا الاس كيو ال والنو اس كيو ال وتعرفنا عليهم، طبعا ما تعمقناش فيهم اكثر، لازم تبحث وحدك اكثر وتتعلم الداتابيز كيف لازم، كيف تتعلم الماي اس كيو ال، الماي اس كيو ال اللي باش تخليك تتعامل مع الداتابيز من نوع اس كيو ال، هذا كل لازم تبحث عليه وتتعلمه وحدك. لكن حتى وكان ما عندكش دراية مع الشيء هذا، تحاول تركز معنا تو تفهم. اوكي باهي، او الفيديو هذا هو اول حاجة في الماي اس كيو ال، هو او كيفية اتصال مع قواعد البيانات. اول حاجة لازمنا نعمل اتصال مع قاعدة البيانات. به اول حاجة احرص على انه يكون الاكزامبل بتاعك مفتوح، ولهنا ستارت ولهنا ستارت وضم الزوز كما تشوف من هنا بالاخضر، اوكي، الاباتشي والماي اس كيو ال، والاهم هو انه الماي اس كيو ال يكون يشتغل. اوكي هذه اهم نقطة. به اثنين، تتفكروها الأداة اللي تكلمنا عليها اللي هي البايب، البايب اللي حكينا عليها في الفيديو اللي قبل هذا، اللي هي باكج مانجر اوف بايثون، اللي تقوم تنصيب لنا أدوات ومكاتب لاستعمالها في في البايثون. هذه هي المكتبة هذيك باش نستعملوها توا، الباكج مانجر اوف بايثون، البايب هذاك باش نستخدمه توا. اللي هو باش نستخدمه باش نقوم بتنصيب مكتبه معروفه جدا، وهي اللي تخلينا نتصلوا مع قواعد البيانات وخاصه قاعده البيانات من نوع اس كيو ال. اوكي نعملوا بايب انستال، ان شاء الله تكون الصوره واضحه، خلينا نكبر شويه. اوكي بايب انستال ماي اس كيو ال كونكتور بايثون، ان شاء الله يكون اسم صحيح هكا، ماي اس كيو ال كونكتور بايثون. ننتظر قليلا، كيف ما تشوفوا قاعد يقوم تنصيب الاداه هذه اللي اسمها ماي اس كيو ال كونكتور بايثون، كيف ما تشوفوا قام تنصيبه، وهذا هو الاصدار نتاعها الاخير اللي هو 8.0.23. لنتاكد بانه تم تنصيبها الاداه، نعملوا بايب ليست باش يعطينا المكاتب اللي مناسبه لكل في الجهاز نتاعنا، كيف ما تشوفوا هنا ماي اس كيو ال كونكتور بايثون، وهذا هو الاصدار نتاعه كيف ما تشوفوا، اللي هي مناسبه في الجهاز نتاعنا في المشروع نتاعنا اللي هو سكند بروجكت اللي تشوفوا فيه قدامكم هنا. به بعد ما قمنا بتنصيب الاداه عندنا باش نشتغلوا لهنا في المين. اوكي اول حاجه لازم نعملوا امبورت الماي اس كيو ال دوت كونكتور، اول حاجه لازم نكتبوها ماي اس كيو ال كونكتور، لازم نقوم اضافه استدعاء المكتبه هذيك. انا باش نعمل اس ماي باش نختصر الاسم نتاعها على خاطر باش نستخدموه الاسم هذايا، والاسم هذايا طويل برشا، هكا علاش عملت الاختصار نتاعها اللي هي ماي، سميتها ام ماي باش نقعدش نكتب فيها كل مره. اوكي باهي، الامر الثاني شنو هو ماي دي بي، باش نعمل فاريبل مثلا نسميه ماي دي بي. اوكي وبعد باش نعمل الاسم هذاك اللي عطيناه من فوق اللي اسمه ماي دوت كونكت، دوت كونكت كونكت هذه باش تاخذ منا فور بارامتر، هي في العاده تاخذ فور بارامتر، لكن احنا في الاكزامبل هذا باش ناخذوا فري بارامتر كهو. باهي شنو هم بارامتر باش ناخذوهم توا، باش ناخذوا الهوست، الهوست اول حاجه. اوكي وباش ناخذوا اليوزر، اليوزر وباش ناخذوا الباسورد، باسورد. اوكي باهي الهوست نتاعنا شنو هو؟ الهوست نتاعنا طبعا باش يكون اللوكال هوست، خاطر بحكم احنا نشتغلوا على الجهاز نتاعنا. بالنسبه لليوزر هو روت، وبالنسبه للباسورد كما تكلمنا في الفيديو السابق انه طبعا فما كوما لازم تكون موجوده هنا، الفيديو السابق انه الاكزام ما يستحقش انك تعمل باسورد، لكن تنجم تضيف باسورد. اوكي لكن باسورد مش تضيفه لهنا، في وقت انت تنصب في الاكزام في الوقت ذاك تضيف باسورد. اوكي وقت تضيف باسورد الوقت هذاك تقوم بكتابته لهنا، احنا بحكم قمنا بتنصيب الاكزام من غير باسورد، فلذلك باش نخلوه كيف هكا هو، يوزر هو روت والباسورد نخلوه فيت، وعن امتي نخلوه فارغ، وعن الهوست هو اللوكال هوست نتاعنا. اوكي باه اثنين، بعد ما عملنا حطينا البيانات هذيك اللي باش تصلنا مع قواعد البيانات، باش نعملوا فاريبل مثلا نسميه ماي كورسور. اوكي ماي كورس هذا ايش مش نحطه في وسطها، ماي دي بي الفاريبل ذاك ماي دي بي دوت كورسور، كورسور اهوك. باهي شنو هو الكورسور هذا؟ الكورسور هذا نستحقوه باش نجمو ننفذوا به الاوامر نتاع الماي اس كيو ال، باش نجمو
باش لكي نستطيع تنفيذ أوامر MySQL. أوكي باهي، إيش نشوفه مثلا؟ نكتب أول حاجة MyCursor dot dot execute execute، يعني نفذ. نفذ شنو؟ هذا هو الأمر اللي باش نكتبوه توا. مثلا أول حاجة باش نقوله show databases. ريت الامر اللي كتبته توا الداخل هنا، هذا الامر هذا من نوع ماي اس كيو ال، هذا كود ماي اس كيو ال. اوكي لازم تكون متعلم الماي اس كيو ال، حتى كان ماكش متعلم تنجم تتابع معنا الدوره وتنفسر كل سطر نكتبه، لكن هذا يتسمى ماي اس كيو ال. اوكي باه، كيف ما تشوفوا عملنا الامر الاولاني اللي هو شو داتا بيزز. باه نحبوا نتبعوه، مثلا شنو نحبوا نتبعه؟ الماي كيرسر طبعا ماهوش باش يعطينا حد شيء، مش عطينا مسج سهل برشا. اهو كل مسج كيف كان ماي اس كيو ال كورسز شو داتا بيس، باهي عطانا المسج هذاك. باهي احنا اول حاجه نحبوا نطبعوا اذا باش نعرفوا اللي احنا اتصلنا مع قاعده البيانات. اذا كان تحبوا قبل ما نكتبوا السطر هذايا مثلا نقوم بتباعه ماي دي بي، كيف ما تشوفوا لهنا ده يعطيك هكا ماي اس كيو ال كونكتور كونكشن، ماي اس كيو ال كونكشن، اعرف اللي انت راك تم اتصال مع قاعده البيانات. لكن الامر اللي ضفناه من بعد هذاك هو باش يعمل لنا الشو داتابيز، باش يورينا الداتابيز الموجودين. اوكي باهي نرجع الامر نتاعنا لهناك، يعطينا برنت ماي كيرسر. شنو مش عطينا برنت ماي كيرسر؟ باش يعطينا الامر هذا شنو نعمله؟ لازم نعمله لوب، فور اكس ان ماي كيرسر ونعملو برنت للاكس، برنت لشنو؟ للاكس. نحذفو هذايا ويجي نشوفو شنو يعطينا توا كي عملنا كيك. ايوا او عطانا الداتا بيز المتواجدين الكل على اللوكال هوست، هذم هما الداتا بيز الموجودين للكل. اجا كان تحب تحققوا من الامر اهم، ريت هالداتا بيز هذوما كليك قام بتباعتهم او قام بتباعتهم لهنا. يقول قاي كيفاش قام بتباعتهم؟ شنو الامر اللي كتبناه؟ قلنا له شو داتابيس، شو داتابيس اللي هو باش يظهر لنا القواعد البيانات. اوكي هذا هو اول امر، ان قمنا بتباعه جميع قواعد البيانات المتواجده. كي نعملوا برنت ماي كورسر باش يعطينا مسج عادي، عليه لانه لازم خاطر هي مجموعه من الداتابيز متواجده في الماي كورسر لهنا. شوفوا كي نطبعوا لهنا ماي كيرسر كي نقوم باتباعاتها شوف شنو يعطينا. هاو السطر هذا الاول شوف شو داتابيس، عطانا الامر اللي في وسط، خاطر هي من داخل في وسط هي عباره على ليست، هي عباره على اوبجيكت من داخل في وسط مجموعه من داتابيس، لازم نعمل عليها لوب باش يذبح لنا داتابيس ورا داتابيس، يذبح لنا كل وحده وحدها. اوكي هذا هو اول فيديو انه كيفيه الاتصال مع قواعد البيانات. اوكي يلا الى اللقاء، نتقابلوا في الفيديو القادم.